قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. من صفات المنافقين التي يذكرها القرآن، القرآن أيها الإخوة والسنة أيضا عرفتنا على كثير من صفات المنافقين السلوكية والنفسية، من أجل أن ننتبه إليهم ونأخذ حذرنا منهم، لا نقتلهم ولكن نجاهدهم بالقرآن وبالموعظة الحسنة، ولكن نأخذ حذرنا فنتجنب أن يعرفوا دقائق الأمور عن المؤمنين وعن أوضاعهم، لأنهم يؤذون المؤمنين أكثر من الكافرين. الكافر يعرف نفسه ويعرفك بنفسه أنه كافر، ولكن هؤلاء المؤمنين ومنهم الباطنية يتظاهرون أنهم منكم وما هم منكم، ليسوا من المؤمنين كما مر معنا في حلقة سابقة. يقول الله تبارك وتعالى في بيان صفات المنافقين أو بعض صفات المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون، وعد الله المنافقين والمنافقات نار والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. إن المنافقين والمنافقات، المنافق ذكرنا أكثر من مرة هو الذي يعلن الإيمان والإسلام ويبطن الكفر، يعني قلبه مع غير الله، أعماله لا يعملها لله، لمصلحة ثانية، من أجل فلان، من أجل فلان، من أجل شهواته، ولكن ظاهره أنه يعمل هذه الأمور طاعة لله. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن المنافقين والمنافقات، من النساء والرجال الصنفين، بعضهم من جنس بعض، فهم صنف واحد. الرجال والنساء من المنافقين والمنافقات يعلنون الإسلام أو الإيمان، يتظاهرون بالإسلام ويدعون الإيمان، بس إيمان ما فيه، لأنه لو آمنوا بالله لحسبوا حساب للمسؤولية في الآخرة. يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر والطاعة لغير الله تبارك وتعالى، فظواهرهم السلوكية وظواهرهم وصفاتهم النفسية تختلف عن المؤمنين. من ظواهرهم السلوكية يقول الله سبحانه وتعالى: الظاهرة الأولى يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. المنكر ما ينكره الشرع، ما حرمه الله، وكل أمر فيه ضرر على الفرد أو على الجماعة في حياتهم المادية أو المعنوية نهى عنها الله فهي منكر. وطبعا هذه الأمور لو عملنا عقلنا لأنكرها العقل السليم أيضا. ويأمرون وينهون عن المعروف، يعني عن الخير، ويأمرون بالمنكر، فتراهم يشجعون الناس على المعصية، إيه خيو الله غفور رحيم، كذا عمل كذا، لماذا يشجعون الناس على؟ وأعظم منكر هو الكفر، فيحببون الناس بالتبعية والطاعة لغير الله من الطواغيت والمجرمين الذين يتسلطون على البشر، والأديان السماوية هي تحرير الإنسان من التسلط. فهؤلاء أعظم منكر يقومون به أنهم يحببون الناس بالمنكر بطاعة غير الله، هذا أعظم أنواع المنكر، وينهون عن المعروف. إذا بده يطيع الله يجعلون له العراقيل، إذا امرأة بدها تتحجب حاجتك بابا تضحكوا عليك إلى إيش الشغل كذا، الحكومة ما بترضى بهالشيء، أنت متحررة أنت كذا، فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن عمل الخير.
ويقبضون أنفسهم. الظاهرة الثانية من ظواهرهم السلوكية يقبضون أيديهم، عفوا أنا قلت أنفسهم، يقبضون أيديهم، قبض اليد معناها يبخلون، يقبضون أيديهم أي يبخلون، يبخلون عن ماذا؟ عن الإنفاق في سبيل الله. فهم لا يعطون أموالا، شحيحون في الإنفاق في سبيل الله. وربما كان بعضهم في سبيل الشيطان، أنا أعلم بعض الأشخاص عندما يذهب إلى الأمن من أجل أن يمسي مصالحه يدفع لهم الألوف بل مئات الألوف، وحتى ما يحرجون أنه هاي رشوة، لا ما يرشوة، يقول له أنا حطيت لك شركة معي، هكذا سمعت بأذني، حطيت لك شركة معي وهي حصتك، إيه متحط أعطاء مال حتى يصير شريك. فيدفعون المال لهؤلاء الطغاة ويقوونهم على التسلط على الناس أكثر، ولكن إذا جاء الإسلام وحكم الله يقبضون أيديهم، فلا ينفقون مالا في سبيل الله ولا في سبيل دعم المجاهدين في سبيل الله الذين يبذلون أرواحهم ودماءهم، يقبضون أنفسهم. هذه من علامات النفاق. إذا الظاهرة الأولى يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، الظاهرة الثانية يقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله. أما صفاتهم النفسية التي تذكرها هذه الآية فهي الصفة الأولى من صفاتهم النفسية، نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فنسيهم، نسيانهم لله يعني نسيانهم لذكر الله، فلا يعملون عملا من أجل الله، إنما يتذكرون الدنيا. هذا العمل يتظاهر فيه في الإسلام، ماذا يحصل؟ أضرب لكم مثال. أحد الأشخاص، طبعا مو كل الأشخاص، يعني ما اطلعنا على الأنفس، كل واحد بيعرف نفسه، يأتي إلى درس الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني تلاميذه كتار، وهو لا يحب الشيخ الفلاني ولا يحب الدين ولا سائل عن الدين، ولكن يأتي فيحضر الدرس لأن الشيخ عنده تلاميذ كثر وهو عنده محل مشهور تاجر. فإذا كان نصف تلاميذ الشيخ صاروا زبوناته وجاءوا من عنده، يربح أرباح هائلة. فهو لا يذكر الله في مجيئه إلى بيت الله، ولكن يذكر الدنيا من أجل أن يحصل. ماذا يحصل؟ هل أدركتم وقع النفس الإنسانية التي تنحرف عن الله ولا تذكر الله؟ يقول ربنا نسوا الله، أي نسوا ذكر الله، أعمالهم لا يعملونها لله لأنهم ناسين رب سبحانه وتعالى، ولا يهتمون بها، به يهتمون بما يحصل لهم الدنيا فقط، فيذكرون الأخلاق الأشخاص ويذكرون الأموال ويذكرون الأخذ والعطاء، وينسون الله في تصرفاتهم المالية. نسيانهم ذكر الله أي تركوا واجباتهم التي أوجبها الله عليهم، وشغلتهم هذه الشهوات والمصالح والأموال عن ذكر الله تبارك وتعالى. فنسيهم، حاشا لله أن ينسى مثل نسياننا. نسياننا خير في حقنا، لأنه كل المعلومات إذا تمت في الذاكرة الحقيقية بيتعب الإنسان، ترهق أعصابه. فمن حكم الله تبارك وتعالى ونحن الضعفاء أن جعل لنا النسيان، فتذهب بعض المعلومات إلى العقل الباطن وتستقر فيه، حتى إذا أردنا استذكارها نفكر وترتبط الأمور ببعضها، فتخرج المعلومات من العقل الباطن للعقل الظاهر ونتذكر، وربما ننسى بعضها. فهذه النسيان من صفات المخلوق. طيب كيف قال الله فنسيهم؟ قال نسيهم يعني تركهم وأهملهم. نسيان الله تبارك وتعالى معناه إهمالهم، يتركهم سبحانه وتعالى في نفاقهم، في ظلمات الحيرة والكفر، فلا يدفعهم إلى الهداية وإلى الصلاح، فهم عايشون في جوهم الذي هم فيه في تعب وتردد. يا ترى الطرميز الشيخ بده يكشفوا حاله ويبطلوا كلهم يجوا لعنده ويخرب بيته، ولا بده يتم على حالته ويربح أرباح؟ فهو همه في الدنيا يخاف ويتردد، يطيع هذا ببوس إيد الشيخ بيحصل له الشرف أكثر وبيجي أموال كثيرة، ولا لا ما يجي شيء بيعرفوه. دائما هو في تردد وحيرة وحياة نفسية تعسة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في خاتمة الآية إن المنافقين هم الفاسقون. الفاسقون فسق أي خرج عن أمر الله، فهم خارجون عن دين الله وليسوا بمؤمنين. ثم يبين الله تبارك وتعالى ما الذي ينتظر المنافقين، وعد وعده الله تبارك وتعالى للمنافقين والكفار. وعد الله المنافقين والمنافقات، طبعا ربنا قال من جنس واحد، والكفار لأنه هذول من جنس بعض، وإن كان المنافقين والمنافقات أخبث وأخطر على الإسلام والمسلمين. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، أول وعد نار جهنم خالدين فيها،
نار جهنم. ليجرب أحدنا عود سقاء بيشعل في يده، نصب على إصبعي ماء تميت شهر، صب ماء ساخن شوي، رأسا غسلته ماء مدة شهر وأنا أتعب وأتألم، فكيف بنار جهنم التي لا يؤمن بها هؤلاء؟ معلش لا يشوفوها بأمن فيها ويندمون، ولكن لا ينفعهم الندم. الوعد الأول نار جهنم، ونار جهنم غمسة وبيطلعوا غمسة في النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تنسي ألذ شيء في الدنيا، غمسة وحدة تنسي الدنيا وما فيها. وغمسة في الجنة، لو أن أحدكم كان أشقى الناس في الدنيا غمسة في الجنة تنسيه الدنيا وما فيها وشقائها. فنار جهنم خالدين فيها لا يخرجون، هي حسبهم كافيتهم، خليه يتسلوا فيها في المستقبل، كما قال أحد الدجالين المفتين وهم مفتنون عن دين الله، قال الكفار حين يدخلون النار ويستمروا فيها بيعتادوا عليها، سمعت بأذني، يعتادون عليها فتصبح فيها كأنها لذيذة بالنسبة لهم. لعن الله من حرف كتاب الله وافترى على الله، من قال إنها لذيذة والآيات تقول عذاب أليم وتقول خالدين فيها وتقول هو حسبهم كافيتهم، هل يشوفوها في هذا التهديد؟ كأنه يكذب الله أو يكذب على نفسه، فهو يظن أنه فحيح عم يشجع الناس على الكفر، هذا من المنافقين يشجع الناس على الكفر وأنهم بعدين النار سهل بالنسبة لهم، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، أسأل الله العافية. يحسبهم. الوعد الثاني ولعنهم الله، اللعن الطرد من رحمة الله وطردهم من رحمته. الوعد الثالث ولهم عذاب مقيم، عذاب في جهنم يمتد من الدنيا إلى الآخرة، عذاب مقيم يعني يمتد عذابهم من الدنيا إلى الآخرة، فهم في الدنيا كما مر معنا في حلقة سابقة يعذبون يترددون لا يدرون من يسمع، يكون مع هذا ولا مع هذا، بيكون مع هذا بتنقلب. واحد من الأشخاص ذهب إلى زعيم من الزعماء في فترة من الفترات، وأنه أخذ معه زوجته إلى آخره وجلس مع هذا ووقع في الحرام، كان من الديوسين، ترك زوجته وراه وبعدين رجع، وهو طلب بسيط أن يعينوا هذا الوزير في مكان كذا، ورجع وضحكوا وبسطوا وانسروا وأخذ زوجته وراح. والخطاب الذي كتبه على طاولة، ذكرت هذا كثيرا في دروسي، على طاولة الوزير، انتهى الدوام بعد ما جهزوا الخطاب للتوقيع، الوزير راح ثاني يوم وقعوا في الليل، صار انقلاب، قلبت الشواية، اجى إله ثاني، إله عسكري، نظروا على طاولة هذا الوزير، أخذوا الوزير على السجن، نظروا على طاولة الوزير، هذا فلان بده يعينه في المكان الفلاني، بده يعطيه المعمل الفلاني أيام التأميم هاي، إذا هذا فلان من جماعة أخذوا راحوا على بيته جابوه حطوه في السجن مع الوزير، خسر عرضه وخسر الدنيا وصار في السجن. فهؤلاء دائما في خوف، يترددون لا يدرون، هذا كله عذاب في الدنيا، هذا العذاب بأنواع مختلفة يستمر معهم إلى عذاب القبر، إلى عذاب جهنم خالدين فيها. فهذا معنى قوله تعالى ولهم عذاب مقيم، أي مستمر من الدنيا إلى عذاب القبر إلى جهنم والعياذ بالله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا النفاق، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.